الله أكبر والعزة لله. كتيبة الباز وكتيبة أبو بكر من منطقة الباب وكتيبة السلطان محمد الفاتح يقومون بضرب صاروخ أبو بكر 2 غضب العرعور على رحمة الشقيف. الله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا هو الصاروخ ينطلق الآن على رحبة شقيف. الله أكبر.